الطبيبة الصيدلانية منى وهيب عريان هي مؤسسة مصنع نفرتاري جميلة الجميلات في محافظة الفيوم، المتخصص في منتجات العناية بالجسم وزيوت النباتات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل الطبيعية والصابون الفريد من نوعه وملابس الأطفال والفوط القطنية ومنتجات العناية بالمنزل، حوالي 450 منتج مصنعة بحب وجودة متميزة وخبرة بتمتد لحوالي 30 سنة وبأفضل خامات على الإطلاق، وبتصدر 40% من منتجاتها لأوروبا وأمريكا واليابان والصين والسعودية وروسيا وكازاخستان، و60% من منتجاتها للسوق المحلي، وبتمتلك 45 فرع لنفرتاري جميلة الجميلات. الدكتورة منى وهيب عريان فاجئتنا جميعاً بتقديم مجموعة كاملة من منتجات العناية بالجسم والبشرة من زيوت الجورانيوم المصري أو نبات العطر اللي بنستخرج منه أفضل زيوت في العالم، وبنصدرها زيوت خام لأوروبا وأمريكا. هي حولتها لمنتجات مصرية، برافو بجد، تعالوا نقابلها. دكتورة منى وهيب عريان، حضرتك مؤسسة نفرتاري جميلة الجميلات، النهاردة في معرض النباتات الطبية والعطرية بتعملي لونش أو بتعلني عن مجموعة جديدة من إبداعك، من نبات أسطوري هو نبات الجورانيوم المصري أو العطر المصري. خلينا أقولك في البداية أن حضرتك بجد الأسطورة، منتجاتك هايلة، يا ما رحت صورت ببني سويف عمليات تقطير نبات العطر بنصدره جراكن، حضرتك حولتيه لمنتجات وهنجتاح بيها العالم بإذن الله. الفكرة دي جاتلك منين؟ نحن نحول هذا النبات المظلوم في مصر وبنصدره خام لمنتجات عالية القيمة. الحقيقة يا فندم احنا كل اللي بنعمله في مصر هو تصدير يا إما أعشاب نفسها بالأطنان يا إما بالجراكن زي ما حضرتك قلت لزيت العطر، زيت الياسمين المصري اللي احنا طبعاً للأسف لسه بنصدره عجينة الياسمين وما عملناش منه ولا مستحضر. مستني حضرتك تعملي إن شاء الله. زيت الجيرانيوم هو أول عطر في العالم من جودته ومن ريحته الحلوة، فمحدش فكر برضو إحنا بنصدره زي ما سيادتك قلت بالجراكن، لكن إحنا النهاردة قلت أنا عندي جوهرة، عندنا حاجة إيجبت، يعني مصر مشهورة بيها جدا، يقول لك ذا جيرانيوم يقول لك أوف إيجبت، صح؟ فأنا قلت بدل ما بنوديه جراكن نعمل له قيمة إضافية ونشغل المصانع ونشغل الناس في المستحضرات. عملنا منه صابون بزيت الزيتون، صابون على البارد، عملنا منه كريم، كريم للجسم بريحة الجيرانيوم، عملنا منه بارفان وده أول بارفان يتعمل في مصر من الجيرانيوم، عملناه بعدة زيوت، في عندي درجة يعني جامدة شوية للي بيحب الحاجة الكونسنتريتد شوية، في درجة أخف، أنا رشيت منها رش عشان أبقى صريح معك، في جورانيوم على ريحة خشب، على ريحة صندل، فيها خشب الصندل كبيز نوت، لكن كالميدل نوت والتوب نوت عاملينها جورانيوم وروز جورانيوم. المنتجات دي أول ظهور ليها، صح؟ ده زيت لوز، صح كده؟ زيت لوز مع جورانيوم، هي مجموعة كلها بتعتمد على الجورانيوم، على زيت الجورانيوم العطري اللي هو الجورانيوم الأول في العالم، وإحنا سمينا العلبة The Legendary جيرانيوم بوكس فروم ايجيبت، لان دي ان شاء الله احنا اخذنا موافقه مبدئيه من مصنع في فرنسا، لما دخلناه بيقول لنا انتوا من، لسه الراجل ما كملش كلامه، قلت له احنا من البلد اللي انت معلق صورتها هنا، حاطط الفراعنه هم اول من عملوا البارفان في مصر، فطبعا الراجل رحب بالفكرة أنه يبقى عنده قسم من المنتجات المصرية اللي هي مصر مشهورة بها، اللي هي الجيرانيوم طبعا والياسمين. بعد كده اللي يمكن ما يعرفش الدكتورة منى وهيب عريان لازم يبقى فاهم أن حضرتك لما بتصنعي منتج جنبك قوانين الصيدلة في العالم، كتب الصيدلة في العالم، صح ولا لا؟ صح. منتج زي ده عشان تطلعيه يتناسب مع عقلية بهذا الشكل، قعد معك قد إيه؟ تجارب قد ايه؟ شغل قد ايه؟ بحث وتطوير قد ايه؟ الحقيقه حوالي سنه ونص.
سنة ونص نطلع المجموعة دي عشان نطلع المجموعة. ولسه البرفيوم لسه قدامه شوية. حضرتك يمكن جربت برفيوم تقيل شوية برفيوم أخف، لسه محتاجين شوية إن احنا نعدل فيهم.